يقول: رجل رسم وشما على يده ثم تاب بعد ذلك، ولا يمكن إزالة هذا الوشم إلا بعمليات جراحية قد تؤدي إلى تشويه، فماذا يفعل؟ أولا، الوشم إذا كان من غير صنع الإنسان، لأن بعض الناس يشمه أهله وهو صغير، فالإثم على من وشم وليس عليه هو إثم، لكن يجب عليه إخفاء هذا الوشم ما أمكن لئلا يقتدى به. وأما إذا كان هو الذي وشم، يعني هو الذي وشم نفسه أو دعا شخصا يشمه، فالواجب عليه إزالته ولا يحل له إبقاؤه. لكن إذا كان لا تمكن إزالته إلا بتشويه قبيح، فهنا قد يقال إنه تعذر إزالته فلا يأثم ببقائه. ولكن يجب أن نسأل الأطباء، هل ترقى الطب إلى أن يزال هذا الوشم ثم يعاد الجلد كما كان، في ظني أن هذا ليس ببعيد، لأن الطب الآن ترقى وصاروا يجملون القبيح فضلا عن إزالة اللون، فينظر في هذا الأمر. نعم، ثابكم الله. غير أن ألم العلاج بالليزر يعتبره البعض أصعب من نقش الوشم نفسه، حتى أن الألم الشديد خلال استخدام أشعة الليزر تدفع بالعديد إلى وقف عملية العلاج قبل انتهائها. أعراض جانبية أيضا سجلت لاستخدام أشعة